أيام معدودات تفصلنا عن الشهر الكريم، والاستعدادات لاستقباله انطلقت بها مديرية التجارة لولاية بشار، فقد فتحت هذه السوق أبوابها أمام الزبائن وتجار التجزئة من أجل تمويل السوق المحلية بالمواد الواسعة الاستهلاك والتي يتزايد عليها الطلب والإقبال في الشهر الفضيل. يحتوي السوق كذلك على جناح خاص باللحوم المستوردة ولحوم المقايضة وجميع المواد الواسعة الاستهلاك وكل ما يحتاجه لاقتناء احتياجاته اليومية متوفرة بشكل هائل يعني في هذا العام. شركة أغروديف شاركت في السوق الجواري لبشار بمختلف المنتوجات المصنعة في مجمع أغروديف، وقد قامت باستقطاب المنتوجات من مجمعات أخرى تابعة لشركة أغروديف. ما يزيد عن 40 تاجر يعرض منتجاته بالجملة في هذه السوق، منتجات متنوعة وبأسعار تنافسية ومقننة تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن. الحمد لله اليوم اللحم المستورد راه متوفر هنا في مدينة بشار، والأسعار راه كما السعر اللي دارته الدولة، السعر اللي حدثته 120 ألف. سوق راه فيه أسعار ما شاء الله، وأنا شخصيا نظر لكم أولا على الفرينة ديال البري تاع الدولة 58 ميل، الزيت 6 لتر داير له 60 ألف كما قالت الدولة. أسواق ستضمن من خلالها مديرية التجارة لولاية بشار التواجد الميداني لجهاز الرقابة على الممارسات التجارية وحماية المستهلك طيلة الشهر الفضيل، بهدف تحقيق بيئة استهلاكية آمنة وضمان وفرة المواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها.